سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء. اهلا بكم الى الصباحيه من تلفزيون المستقبل وفيها. We don't have a job. We have to stay here and we have to build a country again. الرئيس سعد الحريري يؤكد أن أولوية الحكومة هي إعادة الثقة بالبلد والنهوض بالاقتصاد اللبناني. La France, ami fidèle du Liban, veut le démontrer chaque jour. كيرو يختتم جولته على المسؤولين مؤكدا دعم فرنسا للبنان ومساعدة مؤسساته. إجلاء الدفعة الأخيرة من سكان شرق حلب والجبير يعتبر مجازر حلب جريمة حرب ضد الإنسانية. صباح الخير. أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة ومع إجراء الانتخابات النيابية المقبلة سيشعر الجميع بالاطمئنان أكثر، فلبنان بات لديه نظام مستقر وسياسة واضحة. أولوية الحكومة الجديدة الآن هي إعادة الثقة بالبلد والنهوض بالاقتصاد اللبناني، بحيث يتمكن المستثمرون من العودة إلى لبنان ووضع استثماراتهم فيه. الكلام لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي قال: نحن كحكومة على استعداد لتقديم كل الحوافز والتسهيلات ومحاربة الفساد بشتى الوسائل كجزء من هذه الخطة لتشجيع المستثمرين على العودة. كلام الرئيس الحريري جاء خلال حوار مع عدد من المستثمرين المشاركين في المؤتمر العالمي السنوي Global Business Summit الذي تنظمه Endeavor Lebanon والجمعية الدولية للمدراء الماليين اللبنانيين LIFE للسنة الثالثة على التوالي في فندق الفور سيزنز في بيروت. الرئيس الحريري أكد أن ما مررنا به خلال السنتين ونصف السنة الماضية وما تعرضنا له من خسائر هو مشكلة كبيرة، وكذلك الديون التي تتراكم على البلد، وقال: يبقى الأهم بالنسبة لي الآن هو أن يشعر المواطنون من جديد أن هناك أملا في البلد. نحن مشكلتنا وقفنا، نحن at one point وقفنا، بطلنا نتحرك لا شمال ولا يمين ولا نرجع، حتى الرجوع لورا ما كنا عم نعرف نرجع لورا. We were just standing still, and I think today is the real opportunity. How do you want the diaspora to come back to Lebanon? أنا أصلاً I don't want them to be diaspora. I want them to stay in the country. Give them hope إنه هيدا البلد it can exist with its own people. We don't have to travel. We have to stay here, and we have to build the country. But نحن كpolitician أنا واجبي كسعد حريري I think إنه we have to sacrifice يعني انه والله تنزلنا هون بالسياسه وهيدي this is the end of the world. لا حبيبي this is not the end of the world. The end of the world هو بس لما we see our GDP our growth is coming to minus 1 or minus 2 this is the end of the world. لانه socially this is what gets people to travel. وأضاف الحريري: هناك العديد من المصاعب والتحديات التي نواجهها ولا سيما بالنسبة للبنى التحتية وموضوع اللاجئين السوريين، وهذا الموضوع بالذات يمكنه أن يكون بالنسبة لنا ورقة نطرحها أمام المجتمع الدولي لكي يساعدنا في مجال البنى التحتية سواء الكهرباء أو المياه أو الطرقات أو المستشفيات أو غيرها. فبقدر ما هو ملف اللاجئين عبء كبير بقدر ما يمكننا أن نستفيد منه إذا حضرنا أنفسنا بالشكل الصحيح. وردا على السؤال لفت الرئيس الحريري إلى أن هذه الحكومة التي لن يتخطى عمرها الستة أشهر يجب أن تعمل على تطوير خطة اقتصادية على المدى القصير والمتوسط والطويل، فمخططنا هو الذهاب إلى الانتخابات النيابية وخوضها والفوز فيها والاستمرار في القيام بما يجب فعله لتنمية القطاع الاقتصادي في البلد. لذلك أود منكم جميعا أن تصبحوا فريق الاقتصادي لكي نتناقش سويا بالأولويات اللازمة، وأنا سأقوم بكل ما ترونه ضروريا لذلك. وأضاف الحريري: في السنوات العشر الماضية مررنا بظروف صعبة للغاية، ولكن اليوم يجب أن نغير نظرتنا نحو الواقع والمستقبل. فنحن كنا منقسمين سياسيا بشكل عمودي حاد، ولكن اليوم هناك اختلاف في الصورة وهذه القسمة الحادة لم تعد موجودة.
في السابق قال الحريري كان أي مشروع يطرحه طرف ما كانت تتم عرقلته من قبل الطرف الآخر، أما اليوم فالأمر مختلف، لذلك أعتقد أنه يمكننا أن نقوم بالعديد من المشاريع ومنها الخصخصة والتعاطي مع ملف النفط ووضع التشريعات المسهلة للاستثمار. وفي الإطار نفسه أعلن الرئيس الحريري أن هذه الحكومة ستعمل على زيادة سرعة الإنترنت في لبنان 20 ضعفا عما هي عليه اليوم كجزء من خطة شاملة لتطوير القطاع الاقتصادي في البلاد. ومساء أمس تلقى الرئيس الحريري اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مهنئا بتشكيل الحكومة الجديدة ومتمنيا للرئيس الحريري النجاح والتوفيق في مهمته لما فيه مصلحة وخير لبنان وشعبه. وخلال الاتصال تم التداول في آخر المستجدات المحلية والعربية، وقد أكد ولي العهد السعودي وقوف المملكة إلى جانب لبنان وحرصها على تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. نقلت صحيفة النهار عن زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله أنه اتصل بالرئيس سعد الحريري وأبلغه أنه إذا تم الانتهاء من البيان الوزاري وانعقد مجلس الوزراء اليوم سيرسل البيان إلى مجلس النواب ويوزع قبل 48 ساعة على النواب، وسيدعو عندها إلى جلسات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل لمناقشة البيان ونيل الثقة. من جهتها قالت مصادر لجنة صياغة مسودة البيان الوزاري لصحيفة المستقبل أنها لا تستبعد في حال إقرار المسودة أن ينعقد مجلس الوزراء بين العيدين الأسبوع المقبل لمناقشة الصيغة النهائية للبيان الوزاري وإقراره تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب ونيل الثقة على أساسه. غادر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو بيروت مؤكدا دعم لبنان ومساعدة مؤسساته الأمنية والعسكرية. آخر زيارة لوزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو إلى لبنان كانت منذ حوالي 6 أشهر، أي خلال مرحلة الفراغ الرئاسي. أما هذه الزيارة فهي للتهنئة بانتخاب الرئيس ميشيل عون وتشكيل الرئيس سعد الحريري لحكومته. أول لقاء لإيرو كان في قصر عبدة، حيث أكد مواصلة باريس تقديم المساعدات للجيش اللبناني والقوى الأمنية. من ناحيته أبلغ عون إيرو أنه سوف يلبي الدعوة الرسمية التي تلقاها لزيارة فرنسا بعد زيارات ينوي القيام بها إلى عدد من الدول العربية. وفي عين التين نقل المسؤول الفرنسي عن بري قوله إنه يرغب في تسهيل الأمور كي يقوم البرلمان بإصلاح قانون الانتخابات النيابية من أجل إجرائها. وفي السراي الحكومي التقى وزير الخارجية الفرنسي رئيس مجلس الوزراء في حضور السيد نادر الحريري، وكشفت مصادر المجتمعين أن الرئيس الحريري أكد للوزير إيرو أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل المزيد من مسؤولياته في مواجهة أعباء النازحين السوريين. وتناول اللقاء موضوع عقد مؤتمر الدعم الدولي للبنان، وكان هنالك توافق على أن تحديد الموعد سيتم بعد تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة لمهماتها. أذكر بأن فرنسا حاضرة ضمن إطار قوات اليونيفيل التي زرتها في تموز الماضي، ونأمل أن يتمكن لبنان من مواصلة حواره مع الدول المجاورة ولا سيما المملكة العربية السعودية ودول الخليج وكذلك مع إيران. وفرنسا ترغب في أن تستمر في لعب دور المسهل، والنتيجة أن اللبنانيين وجدوا الحل بانتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس لمجلس الوزراء وتشكيل حكومة وهم على الطريق الصحيح. وبعد لقائه نظيره اللبناني جبران باسيل في قصر بستروس، شدد إيرو على العمل كي يبقى لبنان خارج النزاع السوري. من ناحيته قال باسيل: نحن نثق بأن الفترة المقبلة تعد بأمور كثيرة على المستوى الاقتصادي، ونحن سنعمل على إعادة إطلاق الحياة في لبنان. أمنيا، أعلن عن وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة وبدء سحب المسلحين بعد ارتفاع حصيلة قتل الاشتباكات إلى أكثر من 5 والجرحى إلى 9. وكان الوضع الأمني قد توتر في المخيم نهار أمس مع تجدد الاشتباكات تزامنا مع تشييع سامر حميد الملقب بنجمة ومحمود صالح. وكانت الفصائل الفلسطينية قد عقدت اجتماعا طارئا في مقر السفارة في بيروت تابعت خلاله المستجدات التي تبعها أيضا رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة، داعيا إلى تطويق الإشكالات وحصر تداعياتها.
زار القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد بخاري مبنى الأخبار في تلفزيون مستقبل، والتقى الزملاء محاورا إياهم في شؤون سياسية وأعلامية. تقرير ربيع شنطف. القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد بخاري حل ضيفا على مبنى الأخبار في تلفزيون مستقبل، حيث جال برفقة وفد من السفارة، وكان في استقباله مدير عام التلفزيون رمزي جبيلي ومدير الأخبار والبرامج السياسية حسين الوجه ومدير إذاعة الشرق كمال ريشة. بخاري جال على أقسام المبنى مطلعا على آلية العمل ومصافحا الزملاء في التلفزيون والإذاعة. السلام عليكم، كيف الحال؟ بعد ذلك عقد لقاء مع الزملاء الذين حاورهم بشؤون سياسية وإعلامية، مشددا على أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال تقف دائما إلى جانب لبنان ولم ولن تتخلى عنه. كما ذكر بخاري بتاريخ العلاقة بين البلدين والتي تعود إلى مطلع العام 1922 حين كان الملك الراحل عبد العزيز آل سعود يتراسل مع الأديب اللبناني أمين الريحاني بكلمات وعبارات راقية جدا. ورحب بخاري بتشكيل الرئيس سعد الحريري لحكومة العهد الأولى، مشيرا إلى أن الحريري أنقذ البلد من خلال مبادراته التي أثمرت انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة. كما لفت إلى أن المملكة تتطلع بأمل إلى زيارات كبار المسؤولين اللبنانيين إليها، متحدثا عن الزيارات الداعمة والمهمة إلى بيروت والتي قام بها كل من أمير مكة المكرمة خالد الفيصل والوزير ثامر السبهان. أنا حبيت والله أزوركم وأسلم عليكم. وتطرق بخاري إلى أهمية الإعلام وضرورة دعمه للقيام بمهامه. سعيد أنا بيكم كثير ما شاء الله، هذا فريق العمل اللي بيشتغل ليل نهار للنجاح. بعد ذلك تم التقاط صورة تذكارية في استوديو الأخبار جمعت بخاري والوفد المرافق مع الزملاء قبل أن يعقد لقاء آخر مع المسؤولين في المؤسسة. وقد أشاد القائم بأعمال السفارة السعودية بالعمل المهني للجميع. بعد الفاصل تتابعون. التغيير والإصلاح يؤكد ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد مع نهاية الشهر المقبل. أهلا بكم من جديد. شدد رئيس الجمهورية ميشيل عون على ضرورة احترام القوانين وعدم تجاوزها، وخلال استقباله سياسيين وأمنيين ونقابيين أشار إلى أن الدولة التي بدأت مرحلة استنهاض بحاجة إلى مشاركة الجميع وفي كل الميادين، خصوصا لناحية العمل الإصلاحي والتغييري فيها. كما دعا المواطنين إلى أن تكون أعينهم ساهرة في عملية مكافحة الفساد، مؤكدا على جهوزية العهد لحمايتهم في ذلك. في السراي الكبير استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عددا من الشخصيات السياسية والدبلوماسية التي هنأته بتشكيل الحكومة. مع انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة هنالك صفحة جديدة فتحت في لبنان، وبالتالي يمكننا أن نتطلع بثقة نحو المستقبل. هذا ما أكدته المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريت كاغ من السراي الحكومي بعد لقائها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. بحثنا في إمكانية عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية والأمم المتحدة، ونتطلع لإجراء الانتخابات النيابية في العام المقبل والتي نقدم لها كل وسائل الدعم اللازمة. الرئيس الحريري استقبل أيضا السفير الأردني في لبنان نبيل المصاروة الذي هنأه بتشكيل الحكومة الجديدة وعرض معه العلاقات الثنائية. السفير المصري في لبنان نزيه النجاري زار بدوره السراي الكبير. جئت اليوم لتهنئة دولة الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية، وهو تطور هام ومطمئن بالنسبة لمصر، ونحن نهنئ اللبنانيين جميعا بتشكيل الحكومة. ولا شك أن هذا التطور سيساهم في استعادة قوة الاقتصاد في لبنان، ونحن الآن في فترة أعياد ونأمل أن تعود السياحة سريعا. الرئيس الحريري عرض للمستجدات مع مستشار وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابر أنصاري في حضور السفير الإيراني محمد فتح علي
نحن نعتبر أن هذا الانسجام وهذا التوافق السياسي هو صدى لصوت العقل وصوت الحكمة وصوت الدراية الإنسانية في أبهى تجلياتها. هذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل أنه بإمكانه أن ينسحب أيضا على كافة التحديات والمشكلات الموجودة على مستوى الإقليم. رئيس مجلس الوزراء التقى كذلك وزير البيئة طارق الخطيب في حضور النائب محمد الحجار، وقد وضع الخطيب الزيارة في إطار التعارف وأخذ التوجيهات من الرئيس الحريري لانطلاق العمل في الوزارة. ومن الرابية أكد تكتل التغيير والإصلاح رفض التمديد وقانون الستين معا، داعيا بعد اجتماعه الأسبوعي إلى خفض عدد النواب إلى 108. الأرثوذكسي هو الوحيد يلي بيعطي التمثيل الفعلي للطوائف، إلا إذا جاهزين، ونحن هلأ جاهزين نروح على العلمنة الشاملة، نظام نسبة كامل على لبنان، دائرة انتخابية واحدة. غير هيك بنكون عم نعمل أشكال من التسويات يلي اخذ الطوائف بعين الاعتبار. طيب بس نحن كمان مستعدين ان نضحي ونتنازل اذا حقيقة في جهد لنعمل قانون انتخابي نوعي. كرم اتحاد غرفة التجارة والصناعة وزير المال الأسبق جهاد أزعور بمناسبة تعيينه مديرا إقليميا لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. تقرير محاسن حلبي. كرمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت برئاسة محمد شقير وزير المال الأسبق جهاد أزعور بمناسبة تعيينه مديرا إقليميا لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. جرى ذلك في حفل خاص في الغرفة حضرته شخصيات سياسية واقتصادية رفيعة المستوى. الإصلاح ليس أغنية نغنيها، إنها فعل إيمان بضرورة التلاؤم تكيف مع المتغيرات المتسارعة التي تجري من حولنا، من أجل رعاية مصالح الناس. اليوم نحن في لبنان مع انتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية وتشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، نأمل أن نكون انتقلنا نهائيا إلى مرحلة جديدة أساسها بناء الدولة، مرحلة تكون فيها الأولوية للاستجابة للمتطلبات الحياتية للناس وخلق بيئة حاضنة للشباب اللبناني. وحابب يمكن أحكي بنقطة أساسية واحدة خلال هيدي المرحلة يلي يمكن أنا عايشت جزء من عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي بلبنان من 99 وما بعد. كان في محطة أساسية أو محطات أساسية كان على طول أشعر أنه القطاع الخاص هو الشريك الأول فيها. أزعور أكد أن الشراكة مع القطاع الخاص تؤمن للدولة ديناميكية تستطيع من خلالها تخطي العديد من المشاكل الاقتصادية. تتابعونا بعد هذا الفاصل. العاهل السعودي يعلن الميزانية الجديدة بعجز أقل من العام الماضي. تحت أنظار المراقبين الدوليين تم إجلاء الدفعة الأخيرة من سكان شرق حلب في وقت دعت الأمم المتحدة إلى استئناف مفاوضات السلام فورا، متخوفة من أن تتحول إدلب إلى حلب ثانية. مع عبور هذه الحافلات عند معابر النظام وميليشياته في نقطة الرموسة، اختتمت عملية إجلاء أهالي شرق حلب إلى الريف الغربي للمدينة رغم العاصفة الثلجية المصحوبة بدرجات حرارة متدنية. ساعات من الانتظار عاشها الأهالي المحاصرين قبيل إتمام المرحلة الأخيرة من عملية التهجير القسري نتيجة العراقيل الميدانية والمناخية. وفي هذا الإطار أكدت الأمم المتحدة أن 31 مراقبا يشرفون على عمليات الإجلاء بعدما وصلت دفعات من الحافلات للريف الغربي لحلب في وقت أشارت إلى أنه من الواجب إيصال المساعدات للمدنيين في 15 بلدة لا تزال تقبع تحت الحصار. في الضفة المقابلة لا تزال المعارضة تنتظر ضمانة من النظام السوري لإتمام إجلاء 1500 مدني من مدينتي مضايا وزبداني في ريف دمشق مقابل خروج 1250 شخصا آخرين من كفريا والفوعة.
فالمواقف شدد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا على ضرورة انطلاق المفاوضات السياسية من جديد، منبها من تحويل إدلب إلى حلب ثانية. وخلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة بشأن حلب، اعتبر وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أن المجازر التي ترتكب في المدينة يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية. أعلنت المملكة العربية السعودية ميزانية العام 2017 بعجز أقل ب 33% من العام الفائت، فيما أبدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حرص المملكة على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة. نسأل الله التوفيق لخدمة ديننا وبلادنا ومواطنينا. أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته الاستثنائية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد. العاهل السعودي أكد في كلمته أن ميزانية السنة المالية المقبلة تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب، مبديا حرص المملكة على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة والمتوازنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. إن اقتصادنا بفضل الله متين ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، ونحن عاقدون العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني، حيث تبنينا رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية ووفق رؤية صلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع. الأرقام الرسمية لميزانية المملكة للعام 2017 أظهرت أن الإنفاق المقدر في العام المقبل يبلغ 890 مليار ريال، كما تصل قيمة الإيرادات المتوقعة إلى 692 مليار ريال، فيما كشفت الأرقام المعلنة أن ميزانية العام الجديد ستسجل عجزا بنحو 198 مليار ريال، أي أقل من العام 2016 بنسبة 33%. وعلى هامش إعلان الميزانية أكد وزير المالية السعودية محمد الجدعان أن الدولة ستلتزم بتسديد أي مستحقات للقطاع الخاص خلال 60 يوما من الآن. والآن تذكير بالعناوين. الرئيس سعد الحريري يؤكد أن أولوية الحكومة هي إعادة الثقة بالبلد والنهوض بالاقتصاد اللبناني. La France ami fidèle du Liban إيرو يختتم جولته على المسؤولين مؤكدا دعم فرنسا للبنان ومساعدة مؤسساته. إجلاء الدفعة الأخيرة من سكان شرق حلب والجبير يعتبر مجازر حلب جريمة حرب ضد الإنسانية. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء.